بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله معانا الفيديو التاني من الأجهزة اللي احنا ان شاء الله بنستعملها في معمل الإلكترونيات. الفيديو ده ان شاء الله هيتكلم عن جهاز الأوزرسكوب. تمام، في بس حاجتين كده في الأول عايز أقولهم قبل ما نبدأ الفيديو. ان شاء الله عايز بس أقول حاجة، أي حد بيتفرج على الفيديو يعني ياخد منه اللي يفيده، واللي ما يفيدوش او اللي هو حاسس ان هو مش محتاجه ما يعروش اهتمام كتير، لان الفيديو يمكن فيه اكتر من حاجة متعدد طرق العرض يعني. تمام، الحاجة التانية، اي جهاز بنستعمله ان شاء الله يعني يمكن احسن او من احسن الطرق انك تتعرف عليه انك تقف قدامه وتبص له كده شوية، فدي طريقة كويسة جدا يعني تعرف ايه اللي فيه وايه والزرار ده بيعمل ايه ومكتوب عليه ايه، والاسلوب ده اللي هو اسلوب الاستكشاف. تمام، وده يمكن كمان بيفيد فكرة ان اختلاف الأجهزة، يعني من معمل لمعمل الأجهزة بتختلف، من معمل لمعمل الأجهزة بتختلف. طيب ندخل في موضوعنا على طول، الأوزروسكوب. تمام، يعني موضوعنا بتاع الأوزروسكوب النهاردة بيتكون من 3 حاجات. تمام، بيتكون من 4 حاجات. تمام، هما دول. اول حاجة عندنا overview about the device. تمام، تعريف بشكل عام مبدئي عن الجهاز ذات نفسه. تاني حاجة اجزاء الجهاز الموجودة بالفعل. تالت حاجة ازاي نستعمل الجهاز ده. رابع حاجة تلخيص عن الجهاز نفسه. تمام، نبدأ على طول ان شاء الله. اول حاجة overview، نعمل overview عن الجهاز ذات نفسه. تمام، لو انا عندي دايرة كهربية، تمام، متصلة بمقاومة، ودي بقية الدايرة انا عاملها دواير كده فيها كل حاجة من مش عارفين بالظبط هي الدايرة دي فيها ايه، ولكن انا جيت وعايز محتاج ان انا اعرف ايه شكل الموجة الكهربية اللي ماشية في المقاومة دي. بعمل ايه؟ بستخدم جهاز اسمه الاوزروسكوب. ازاي جهاز الاوزروسكوب بيكون شكله عامل كده؟ تمام، كويس، يتقسم من جزئين اتنين اساسيين. تمام، جزء على الشمال وجزء على اليمين. الجزء على الشمال ده عبارة عن شاشة بتوريني بالظبط ايه شكل الموجة. تمام، الجزء على اليمين ده بيكون عبارة عن ازرار، يعني في هنا زرار، هنا كمان زرار، ازرار مختلفة الواحد بيستخدمها عشان ان هو يعمل ادجستمنت للحاجة اللي هو بيشوفها. تمام، طيب انا عايز اشوف الموجة اعمل ايه دلوقتي. بيكون في جزء هنا متركب بالاوزروسكوب ده، تمام، طالع منه حاجة اسمها البروب. بروب ده عبارة عن سلك او هما 2 بروبس، بيبقوا عبارة عن ان هما بيبقوا متجمعين في سلك كبير كده، ولكن بيجوا في الاخر يتقسموا. تمام، عادة بيكون فيهم واحد لونه احمر احطه هنا، وعادة التاني بيكون لونه اسود. تمام، احطه هنا، وهنا لما احط الاتنين دول مع بعض واشغل شوية حاجات هنا كويس يطلع لي الاشارة على الشاشة دي مثلا كده. هو ده الفكرة العامة بتاعت الأوزروسكوب. طيب عايزين نعمل استرجاع بسيط كده للإشارات، الإشارة الكهربية. كويس، بنيجي نمثل أي إشارة كهربية بيكون عندنا محورين أساسيين. المحور الأفقي هنا بنتعامل معاه لأنه محور التايم، محور الوقت، والمحور الرأسي ومحور الأمبليتيود. أهو كلمة أمبليتيود هنا معناها المقدار اللي احنا بنقيسه أو الكمية الفيزيائية اللي احنا بنقيسها. ويمكن من الواضح في الشكل اللي قدامنا إن احنا وضعنا الـ2 بروبس على طرفين المقاومة بالاسلوب دوت، يعني على التوازي، فاحنا كده بنقيس فولتج او بنشوف شكل الموجة كفولتج as a function of time. تمام، يعني شكل الفولت اللي ماشي في المقاومة دي بتغير الزمن. كويس، فالاوزروسكوب عنده القدرة ان هو يقرأ شكل الفولت عموما اللي موجود في المقاومة دي. ممكن يكون شكله ساين، ممكن يكون مثلثات، ممكن يكون مربعات، ممكن يقرا ريبل، اي حاجه. تمام، طيب نشوف الاوزروسكوب بتاعنا. الاوزروسكوب بيتكون زي ما احنا قلنا قبل كده من جزئين اتنين اساسيين، شاشه كويس، مجموعه من الازرار والسويتشات للتحكم، ومجموعة السويتشات دي هي ذات نفسها بتتكون يمكن لـ3 أجزاء أساسية. جزء هنا على الشمال، وجزء هنا على اليمين أهوت، وجزء هنا على اليمين خالص.
طيب نتكلم الأول عن الشاشة السكرين دي الشاشة اللي بتظهر لنا عليها الموجة. لو لاحظنا الشاشة كويس هنكتشف ان احنا لو ركزنا شوية هنلاقي هنا في محورين، محور افقي محور رأسي، وادي المحور الافقي اهو، ده المحور الافقي نوضحه، ده المحور الرأسي اهو، هو ده شكلهم. لو ركزنا اكتر هنلاقي ان المحورين دول متقسمين في اقسام كده كويس، وبقية الشاشة هي كمان متقسمة مربعات، كل مربع من دول بيسموه ديفيجن تمام. والأقسام الصغيرة اللي اتكلمنا عنها قبل كده على كل محور بتمثل جزء من المحور، أو بتمثل جزء من الديفيجن بالظبط، بتمثل حوالي 2 من 10، هي بتمثل 2 من 10 تمام. طيب نشوف الشاشة دي عن قرب أكتر، ده بالفعل شكل الشاشة اللي احنا بنتكلم عنها. لاحظ هنا المحور الرأسي زي ما قلنا، المحور الأفقي محور الرأسي، محور الأمبليتيود، محور الأفقي محور الزمن أو التايم، دي المربعات اللي اتكلمنا عنها اللي اسمها ديفيجنز كويس. وهنا في شرط أهي، لو ركزنا في كل مربع هنلاقي إن دي 1 2 3 4، 4 شرط، يعني كل 2 من 10، يعني 2 من 10 في 5 أقسام، لأن هنا بين كل شرطة وشرطة قسم، فبالتالي يبقوا 5 أقسام على بعض، يبقى 2 من 10 × 5 بـ10 كويس، يعني مش بعشرة بواحد، آسف، 1 ديفيجن تمام. يبقى كده كل واحد من دول بيمثل 2 من 10 من الطول بتاع الديفيجن الواحدة كويس تمام. طيب اللي مثلا فلنفترض ان انا يعني عندي موجة عاملة كده، الموجة دي الامبليتيود بتاعها فين؟ الامبليتيود طبعا كلنا عارفين ان هي بتبقى بتتقاس من الصفر للبيك، دي البيك اهي كويس. الامبليتيود بتاعتي قد ايه؟ الامبليتيود بتاعتي هنا على الرسم باتنين ديفيجن تمام، 2 ديفيجنز كويس. طيب الوحدة اللي احنا بنستعملها هنا هي الديفيجنز، لكن طبعا بما اننا بنقيس فولتج ففي عندنا بيكون في بنحول من فولتج من ديفيجن لفولتج تمام. نفس القصة برضو في التايم، يعني انا عندي هنا الزمن الدوري للموجة دي كويس عامل 4 ديفيجنز من التايم، من محور التايم كويس. طب لو عندي موجة، عندي موجة تانية غير دي عاملة مثلا كده، مكملة شوية كده، كل اللي يهمنا بس انا كل اللي يهمني هنا الجزء ده، هنلاقي ان احنا طلعنا ادي ديفيجن التاني والتالت مكملش، نكتشف ان احنا مثلا حوالي واقفين هنا عند الشرطة دي. يعني انا خدت من الديفيجن ده كام شرطة؟ ادي 1 2 3، اخدت بالظبط 1 هنا اهي، 2 اهي، 3 اهي، تقريبا هما 3 ديفيجنز بالظبط كده كويس. 3 × 2 × 10 × 6 يعني اخدت 2 ديفيجنز و6 من الديفيجن. هي دي فكرة الموجة اللي بنقراها على الشاشة، ودي فكرة عمل الشاشة بتاعت الاوزلسكوب زي ما اتكلمنا قبل كده. نرجع تاني للشكل الكبير بتاعنا تمام. طيب الاوزلسكوب ده عشان يقيس الاشارة بتاعتي، او عشان يوريني الاشاره بتاعتي، بيحتاج حاجه اسمها البروب. البروب ده بيكون واصل بسلكة هنا كده، متوصل في الـ في الـ في الـ في الاوزلسكوب في الجهاز نفسه تمام. حس ان هي دي السلكه اهي، متركبه هنا في الجهاز كويس، والطرف ده متوصل هنشوفه دلوقتي مع بعضينا اهم. هم دول البروبس اللي احنا بنتكلم عنهم، مثلا هنا كان لونه اخضر وهنا كان لونه اصفر، دول الطرفين اللي احنا قلنا بناخدهم من الجزء المتوصل بالجهاز نحطهم في المكان اللي في الدايره اللي احنا عاوزين نشوف الاشاره اللي عليه، الفولتج اللي عليه شكله عامل ازاي تمام. طيب باخد الاشاره من خلال السلكين دول، بدخلهم جوه على الجهاز بتاعي كويس. طيب بعد ما دخلتهم على الجهاز بتاعي بقرا ازاي؟
او الموضوع بيكون بيتم من خلال ايه؟ الجهاز ده متقسم channels، channels يعني قنوات، متقسم قناتين اتنين عشان يقرا من خلالهم. القناتين دول بيمكنوا الجهاز ده انه يقرا من واحدة او يقرا من التانية، بحيث يظهر لي السيجنال على الشاشة دي. كويس. طيب التو فانكشنز اللي عندنا تمام ليهم مكانين في السويتشات دي الموجودة عندنا. زي ما قلنا اماكن السويتشات بتتقسم 3 حاجات، ده مكان للتشانل 1، وده مكان تاني للتشانل 2، وده مكان تالت للمحور بتاع التايم او للجزء الخاص بظبط التايم ده. كويس. والشانلز دي بتقرا الفولتج اللي موجود، اللي بتقرا السيجنال بتاعت الفولتج الموجوده على الجزء اللي في الدايره اللي احنا وصلنا بيه. كويس. بمعنى ان الاشاره بتدخل من هنا تمام على الشانل 1 ديت، تمام، بحيث ان الشانل 1 دي في الزراير هنا اقدر ان انا اعمل ادجستمنت للسيجنال بحيث ان انا اشوفها بالشكل المناسب عشان اعرف اقراها بالظبط. لو انا مش عايز استعمل الشانل 1 اروح استعمل الشانل 2. كويس. هاخد البروب افك الجاك ده من هنا واركب الجاك هنا تمام. وعندي هنا 3 ازرار في الحتة دي بالظبط اهو. ال3 ازرار دول بستعملهم في ان انا ابدل بين التو شانلز. لو انا هستخدم التشانل 2 تمام، يبقى انا ادوس على الزر ده. لو انا هستخدم التشانل 1 ادوس على الزر ده. كويس. وكل من التشانل 2 والتشانل 1 بتمكنني ان انا اقرا الاشاره تمام. طيب انا هقرا الاشاره من خلال مين؟ من خلال البروبس. التو بروبس دول المفروض ان انا بتاكد ان هم شغالين فعلا كويس. الحركه دي بعملها ازاي؟ باخد كل واحد منهم، هو اخره طرف عامل زي ما احنا شفنا هنا، عامل زي التمساح يعني، ده طرف وده طرف. في ناس بتسميها تمساح، ليها اسم تاني الكليبرز. كويس. باخده افتحه اي واحد منهم واركبه هنا في الحتة دي، الجزء ده، دي حتة معدن كده، حتة حديدة. كويس. بركب البروب الاولاني هنا تمام، واشوفه، اشوف الشاشه دي هيحصل فيها ايه. لو الشاشه دي حصل فيها سيجنال شكل من اشكال الاشارات، يبقى ده الجزء الموجب من البروب. والبروب التاني احطه يبقى ما يحصلش اشاره، فكده ده الجزء السالب من البروب. لو حطيت الاتنين مع بعض عليها مش هيظهر اشاره تمام، وده تأكيد لان البروبس شغالة. طب لو انا حطيت ده لوحده وحطيت ده لوحده ولا واحد منهم طلع لي سيجنال هنا، يبقى البروب ده بايظ وتغيره فورا تمام. دي نقطة مهمة جدا في الشغل بتاعنا. طيب بعد ما اتأكد ان البروبس شغالة وباخد الاشارة بتاعتي من خلال اي شانل من التو شانلز دول وبقراها هنا تمام، محتاج ان انا اعرف ايه مكونات كل شانل منهم تمام. دول التو شانلز زي ما قلنا قبل كده تمام. محتاج استعمل الشانل 1 بدوس على الزر ده، محتاج استعمل الشانل 2 بدوس على الزر ده. لو محتاج استعمل الاتنين بدوس على الزر اللي في النص اللي هو ده تمام. الزر اللي في النص ده بيمكن لي الشاشة بتاعتي ان هي تقرأ الاشارتين مجموعين على بعض تمام. طيب ايه مكونات كل تشانل، اللي ايه مكونات التشانل الواحدة من التو تشانلز دول؟ الزر ده او السلكتور ده بيحدد لي السكيل بتاعي اللي انا بستعمله في محور الامبليتيود، في محور الفولتج. كويس. لو نلاحظ هنا ده في مدى الملي فولت، ده في مدى الفولت. كويس. هنا 2 مثلا، لو الرقم ده 2 من 10 كويس، معناه ان كل ديفيجن من الديفيجنز بتاعت الشاشة اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده معناه ان هو بيكافئ 2 من 10 فولت تمام. يعني 2 من 10 فولت بير 1 ديفيجن، 2 من 10 فولت بير الديفيجن الواحد. هنا 1 مثلا يبقى كل ديفيجن يمثله 1 فولت تمام. ده الجزء الخاص بالسكيل، ضبط السكيل بتاعنا واحنا بنقرا. يعني انا قريت اشاره ومش واضحه لي قوي، فبغير في الديفيجن ده في السكيل ده لحد ما اقرا الموضوع كويس قوي. الارقام دي وحداتها ايه؟ وحدتها هي مذكوره اهي اهي تمام.
فولتز فولت فولتس بير ديفيجن، نص فولت بير الديفيجن الواحد، يعني كل مربع او كل طول من مربع معناه ان هو بيكافئ نص فولت واحد بس، يعني نص فولت للمربع الواحد بس او نص فولت للطول الواحد من المربع. تمام، يعني زي ما قلنا قبل كده، لو انا قريت اشارة مثلا الامبليتيود بتاعتها 3 ديفيجنز، تمام، معناها ان هي لو انا مختار على الواحد فولت ده يبقى هي 3 فولت. طب لو انا قريتها برضو 3 ديفيجنز وفي النص ده يبقى هي 1.5 فولت. تمام، بمعنى اصح بنضرب الرقم ده في عدد الديفيجنز، لان يعني طبعا ديفيجن في فولت على ديفيجن، الديفيجن يروح مع الديفيجن يبقى لي مين، يبقى لي الفولت. كويس، تمام. الزر ده بيحدد لي نوع الاشارة اللي انا بقيسها. كويس، بما معناه ان انا بظبطه هنا على الجراوند بيصفر لي الاشارة خالص، خلص حتى لو انا قاري برضو بيصفرها لي. طب لو انا ظبطته على الاي سي بيقرا لي الاشارة الاي سي اللي طالعة، لو ظبطته على الدي سي يقراها لي دي سي. تمام، ولو ظبطت على الاي سي بس والاشاره بتاعتي دي سي زائد اي سي يقراها دي سي زائد دي سي. كويس، تمام. الزر ده، تمام، بيستخدم في ان انا اعلي واوطي المكان الاشاره بتاعتي. الاشاره ظهرت لي على الشاشه، تمام، هنفترض مثلا انها ظهرت لي بالشكل ده. نفترض ان انا عندي اشاره ظهرت لي بالاسلوب ده مثلا، كويس، و محتاج ان انا اعليها او اوطيها شوية، فبستعمل الزر ده زي ما قلنا. واضح من اتجاهاته ان انا لو عايز اعليها شوية فالفه في الناحية دي، ولو عايز ان انا اوطيها شوية فالفه بالعكس كده. كويس، تعالى وتوطى معايا. فهي مثلا، فنفترض مثلا ان هي ظهرت لي يعني عالية شوية، ظهرت لي كده مثلا، فانا عايز عشان اعرف اقرا صح لان انا اوطيها اعمل ايه، باخد الاشاره دي كلها كده، تمام، واجي على الزر ده والفه كده، فالاشاره دي تنزل في الاتجاه ده، نزلت كده شويه لحد ما وقفت هنا اهو، اقراها بقى براحتي. تمام، طيب، في يعني عشان نعمل الحركه دي بشكل جيد من الاول اصلا، فاحنا بنعمل حاجه بسيطه، بنظبط قبل ما، يعني انا بقرا اهو، يعني انا حطيت البروب بتاعي اللي هنا دوت، حطيته فعلا على الدايره وبقرا فعلا. كويس، عشان اظبط الموضوع كويس، الزر اللي هنا ده اللي احنا قلنا بيظبط لي نوع الاشاره بخليه على الجراوند، وبالتالي كل حاجه بتتقرا هنا اهو عند الزيرو. فلنفترض مثلا ان الزيرو ده ما كانش هنا، فنفترض ان الزيرو كان تحت، فباجي هنا اقوم جاي لافف بالعكس كده واعلي الخط ده يعلى فوق، تمام، لحد ما يبقى فين، منطبق على المحور الرأسي اللي مرسوم هنا، المحور الأفقي اللي مرسوم هنا. تمام، وبعديها الزر ده بعد ما كان هنا على الجراوند ارفعه تاني لفوق اخليه على الاي سي فيقرا لي الاشاره بتاعتي اللي هي كانت عامله كده. تمام، وممكن في بعض الاحيان مثلا زي ما قلنا في الكونستانت فولتج موديل في الدايود، لو بقى احنا يعني بنأزيوم ان احنا بنستعمل كونستانت فولتج، فال7 من 10 مثلا او ال8 من 10 دي لما بيجي لما بتتقرب بتبقى دي سي زائد اي سي، وبالتالي لما هو بيقرا، كويس، بيقرا اشاره عاليه شويه، بيقراها مثلا من هنا، بيقرا كده كده مثلا، اعمل ايه، فباجي كده وزي ما هي كده واوطيها. فده بيساعدني في ان انا اعمل ادجستمنت لمكان الاشاره بتاعتي عشان اقراها صح. تمام، هو ده الزر ده. كويس، تمام. بالنسبة للزر اللي هنا ده، الحقيقة مش عارف بيعمل ايه، لا هو ولا ده. تمام، إيه نفس الكلام زي ما قلنا في نفس الموضوع هنا وهنا وهنا في التشانل 2، دي اللي تشانل 2 دي اللي تشانل 1، هما نفس الاسلوب بالظبط. تمام، ندخل على الجزء الخاص بالتايم اللي هو كان الجزء الاخر الاقصى اليمين خالص. تمام، برضو هنا في سويتش، السويتش ده بيغير لي السكيل بتاعي وانا شغال، السكيل بتاع التايم. هنا مثلا في الجزء الحته الصغيره دي في حيز الملي سكند، كويس، هنا حيز تاني مختلف، هنا في سكند اهيت انا شايفها على ما اظن، تمام، يمكن الصوره بس مش واضحه قوي لكن اللي يشوف الجهاز يفهمه يعني.
تمام. فده الجزء اللي بيحدد لي السكيل بتاعي في التايم، اكبره واصغره عشان اقرا الحاجة كويس. نفس القصة برضو هنا في زر تاني يحدد لي يعني يودي الإشارة يمين ويوديها شمال عشان أعملها adjustment مظبوط كويس. بس يمكن دول ما بنستعملهمش ولا ده أعرف يعملوا ايه الحقيقة كويس. طبعا في حاجة مهمة جدا لازم نذكرها، ان ده زرار الباور تمام، مهم جدا انك تكون شغال مشغله وانت شغال. طبعا لو احنا شغالين والزر ده مش ضاغطين عليه من الاول، يبقى احنا كده ولا كاننا بنعمل اي حاجه. لازم تتاكد انك ضاغط عليه ومشغله والنور هنا منور احمر تمام. ادخل على الجزئيه التانية how to use it. احنا هنا دلوقتي هندخل على دي تمام، نكتب شوية حاجات بسيطة كده. نمرة واحد، شوز، طبعا الكلام ده بعد ما نشغل الباور. شوز شانل تمام، يعني نشوف هنشوف هنركب الجاك بتاع البروبس هنا ولا هنا تمام، ونضغط على الزر اللي احنا مركبين عنده كويس. اول حاجة خالص هختار الشانل اللي انا هشتغل بيها تمام. تاني حاجة تشيك بروبس، واحد يتأكد من البروبس بتاعته سليمة ولا مش سليمة. اخد كل بروب من اللي احنا عارفينهم تمام، واركبه هنا مع الحديدة دي كويس، واشوفه هيأكت معايا ولا لا، هيعمل اشارة هنا ولا لا. لو ما عملش اشوف التاني هيعمل ولا لا، لو الاتنين ما عملوش يبقى البروب ده بايظ، غيره فورا كويس. تالت حاجة تمام بط بروبس اون تو ديسكاست بارت اون دي سيركت. ناخد الطرفين البروبس دول ونحطهم على الطرفين اللي احنا عاوزين نشوف الإشارة عندهم عاملة ازاي كويس في الدائرة بتاعتنا اللي احنا موصلينها تمام. بعدها مباشرة نظبط الإشارة اللي ظهرت لنا دي عشان نقراها كويس. adjust the signal تمام، اعليها عشان اظبطها، اوطيها مثلا، اظبط السكيلز عشان اقرا الحاجة كويس وبدقة تمام. وبعد كده اضرب في السكيل بتاعي، يعني مثلا قريت مثلا زي ما قلنا لو مثلا قريت 3 ديفيجنز من هنا مثلا، يبقى اضربهم في القيمة اللي انا بختارها هنا عشان يطلع لي عدد الفولت، رقم الفولت. لو مثلا 2.6 اقرا في اضرب في الرقم ده برضو يطلع لي عدد الفولت، وهكذا. نفس الكلام بالنسبة للتايم تمام، بضرب برضو في الرقم اللي انا مختاره هنا تمام. طبعا ديفيجن في تايم على ديفيجن، الديفيجن يروح مع ديفيجن يبقى لي التايم تمام. واقدر اعرف الزمن الدوري واقلبه واجيب التردد وهكذا، الكلام اللي احنا عارفينه ده كويس. بعد كده في دي اساسا اللي هي ايه المرحلة الاخيرة، يعني اللي هي مرحلة check the results زي ما قلنا بعد الادجستمنت، عملنا ادجستنج رفعنا ونزلنا وكل حاجة، اللي هي مرحلة القياس بقى، نعمل الايه نشوف الريزلتس بتاعتنا تمام. كونكلوجن بقى عن الكلام ده كله، اي حد دلوقتي يقدر يعمل بوص على كل سلايد عايز يشوفها. هنعرض شوية سلايدز عن الموضوع دوت تمام.
ممكن هنا ده المحور الأفقي. اللغة المستعملة في البرزنتيشن دي لغة بين العامية والفصحى شوية. كويس، يمكن في مرحلة الادجستمنت لما كنا بنتكلم بيفضل ان احنا نظبطها الجراوند الاول، ونظبط خط الجراوند على الشاشة. تمام، بعد ما نظبط خط الجراوند على الشاشة نشوف الاي سي عامل ازاي، نرجع تاني الصورة الاي سي. في النهاية ان احنا نحب نشكركم على المشاهدة، وان شاء الله لسه في فيديو او فيديوهات تانية. شكرا للمشاهدة.